مباشرة هو لقاء البطولة، لقاء كأس العرب للسيدات رقم 16 بين نادي سبورتينج والرياضي اللبناني. ناديين لهما تاريخ حافل من البطولات. بيمثل نادي الرياضي من 4 إلى 15 اللاعبات: لينا الخوري، سابين فخوري، شيرين الشريف، فرح الحركة، جاتي ويرين، لاما المقدم، كارن ناجي، ربيكة عقل، نانسي معلوف، شادا نصر، تمارا خليل، بريتاني دانسون، والمدير الفني كابتن إيلي نصر، ويعاونه مروان دياسة. أما الفريق السبورتنج المصري بيمثله من 4 إلى 15 نور حسن، رنا نبيل، مي حلوة، ناغة توري، سلمى بنت علي، على علا علاء، أسرار ماجد، علياء محمود، أماندا فورست، منى عوض، ريم الجداوي، وشريف عزمي المدير الفني. بدأت أحداث اللقاء بالفعل، والهجمة لصالح النادي الرياضي، وكرة مقطوعة لنادي سبورتنج. أول هجمات اللقاء، والكرة مع صانعة الألعاب لنادي سبورتنج بتدي في الجنب. منال عبد القادر، منال عبد القادر، أماندا فورست المحترفة الأمريكية، ولكن بتتقطع الكرة وتروح لشادا نصر. شادا نصر صناعة الألعاب للفريق اللبناني، ودفاع منطقة من فريق سبورتنج المصري. وأول ثلاثية بتحرزها اللاعبة رقم 11 ربيكة عقل من الرياضي اللبناني. ليتقدم الرياضي اللبناني، ادي الإعادة اهي بيجيبها لنا النهارده مخرجنا محمد العدلي وشريف سلامة. أول ثلاثيات وأول أهداف المباراة، وبتترد بثلاثية أخرى ولكن إير بول ما بتجيش من اللاعبة رقم 12 منال عبد القادر. بتترد مرة تاني وهجمة للفريق اللبناني الشقيق. سادة نصر بتدي في الجنب لجاتي ويرن. اتنين محترفين أعزائي المشاهدين في صفوف الرياضي اللبناني، وادي من مسافة متوسطة بتنجح جاتي ويرن في إحراز ثنائية من مسافة متوسطة ليرتفع رصيد الرياضي اللبناني لخمس نقاط في ولا شيء لنادي سبورتنج. تمريرات من خارج القوس، منى عوض بتفكر في الاختراق ولكن بتدي سامية بنت علي، والمحترفة التونسية في صفوف سلمى المحترفة التونسية في صفوف سبورتنج، ولكن بتترد مرة تاني نانسي معلوف، وتصويبة ما بتجيش، بتترد على طول، وتهدئة للملعب. أماندا فورست لسلمى، سلمى وبتطلع سلمى، ولكن بلوك من بريتاني دانسون المحترفة الأمريكية في صفوف النادي الرياضي، وأوت من الحد الجانبي لصالح نادي سبورتنج. أماندا بتدي في الجنب، منال عبد القادر، وثلاثية من سلمى ما بتجيش، بتترد مرة تاني شادا نصر، شادا نصر واختراق وتصويب ومحاولة، ولكن المتابعة من نصيب سبورتنج المصري. تمريرة غير متقنة من منال عبد القادر، حبت تديها لمنى عوض، ولكن طبعا فترات المباراة الأولى بتشهد شد عصبي زي ما حضراتكم شايفين، لسه المباراة طويلة، ونتمنى التوفيق طبعا للفريقين. دفاع منطقة وثلاثية قاتلة من الأمريكية جاتي ويرن، ثلاثية من مكان مفهوش دفاع، ثمانية لا شيء. يلا يا بنات شدوا حيلكم، نتمنى التوفيق للفريقين، ومباراة نهائية نتمنى أن تليق بكرة السلة العربية. وآدي تصويبة من أماندا ما بتجيش، بتترد مرة أخرى للفريق الرياضي اللبناني اللي عمل مباراة جميلة جدا منذ البدايات. وخطأ المشي بالكرة. حكام لقاء اليوم أعزائي المشاهدين، حكم أول أحمد فخوري من الأردن الشقيق، قدور حميد من الجزائر الشقيق، وسعيد بوكين من المغرب الشقيق. وقت مستقطع، أول الأوقات المستقطعة.
بيطلبوا الكابتن شريف عزمي. وادي النتيجه قدام حضراتكم، 8 الرياضي اللبناني لا شيء سبورتنج المصري. اول وقت مستقطع بيطلبوا الكابتن شريف عزمي مدرب نادي سبورتنج القدير. طبعا شريف عزمي له باع طويل في التدريب وله سجل حافل سواء مع المنتخبات المصرية أو منتخبات الدول العربية الشقيقة. في لبنان أيضا كان له نصيب في تدريب الرياضي اللبناني وأيضا في ليبيا وفي بعض الدول العربية. نتمنى التوفيق للفريق نادي سبورتنج وأيضا للشقيق الرياضي اللبناني. الوقت المستقطع زي ما حضراتكم عارفين مدته دقيقة، انتهى الوقت المستقطع واعتقد ان هو في حينه، لان طبعا 8 لا شيء لازم طبعا المدير الفني بيحط ايديه على نقاط الضعف ويبتدي يقوي فريقه بهذا الوقت المستقطع. بدا في الملعب تشجيع نادي سبورتنج زي ما حضراتكم سامعين، وهجمه جديده بتقودها منى عوض، بتدي اماندا فورس المحترفه الامريكيه في صفوف نادي سبورتنج لمية حلوه، واول ثلاثيه بتنجح في احرازها مية حلوه، ونقول لها حلوه يا مية يا حلوه. اول ثلاثيات المباراه 8-3، وادي الجمهور ابتدى يصحى، جمهور السكندري القوي. طبعا هذا لا يقلل من التقدير للفريق اللبناني الشقيق، ولكن الجمهور هو اللاعب رقم 6 في لقاء اليوم. اعزائي المشاهدين، مر 4 دقائق حتى الان من زمن الفترة الاولى، وما زال التقدم للرياضي اللبناني 8-3، ومباراة حماسية جدا، جمهور بيعج بيها صالة نادي سبورتنج، 2000 مشجع ومشجعة. ونتمنى أن يكون المستوى الفني في اللقاء على قدر أهمية هذا اللقاء. الهجمة للرياضي اللبناني ودخول موفق جدا من المحترفة بريتاني دانتون، بتنجح في إحراز النقطة رقم 10 للرياضي اللبناني في مقابل 3 لسبورتنج المصري، وتوقف الملعب واستكمال اللقاء. دخول الكرة وهجمة لنادي سبورتنج، دفاع مان تو مان للرياضي اللبناني، والكرة مع منى عوض بتحاول الاختراق، وبلوك قوي جدا من بريتاني، وهجمة مرتدة ودخول قوي، وبرضه نفس الفعل بتنجح اماندا فورست في عمل بلوك وتطلع الكرة اوت لصالح الرياضي اللبناني. مباراة قوية جدا زي ما انتم متابعين حضراتكم معانا، مباراة تليق بانها تكون مباراة نهائي بطولة عربية. وادي لعبة مزدوجة، ولكن هجمة بتتعاد مرة تاني بزمن جديد، وتمرير من خارج قوس الثلاث نقاط، منال عبد القادر بتدي في الجنب، وتصويبة ثلاثية قاتلة بتبدع بريتاني دانسون محترفة. بصوا الإعادة حضراتكم، وفي الإعادة إفادة. مخرجينا النهارده محمد العدلي وشريف سلامة بيعملوا لنا إعادات. الله على التمريرة، تمريرة جميلة جدا من أماندا، برافو أماندا، بتدي كورة ساحرة لمنى عوض. أدي الإعادة أهي، وبخطأ شخصي بترتكبه ضدها جاتي ويرن الأمريكية المحترفة الثانية في صفوف الرياضي اللبناني، وبتاخد رمية حرة إضافية. بيرتفع رصيد سبورتنج أعزائي المشاهدين لخمس نقاط في مقابل 13 نقطة، وعدم توفيق في الرمية الحرة من منى عوض. معلش يا منى، هارد لك. 13-5، وباقي 4.5 دقايق على نهاية أحداث الفترة الأولى. تمريرات من خارج قوس الثلاث نقاط. ربيكة عقل، ربيكة بتدي في الجنب لشدى، شدى نصر. أثناء دخول شدى بترتكب ضدها علياء جمال خطأ شخصي بيستوجب رميتين حرتين. 4.5 دقايق أعزائي المشاهدين،
هي الامر متبقي من احداث الفتره الاولى وشد عصبي اكيد الله يكون في عون اللاعبين. مباراه نهائيه شدة ما بتحرس الرمية الحرة الأولى وبتنجح في إحراز الرمية الحرة الثانية. برافو يا شدة. وبيرتفع رصيد الرياضي اللبناني 14 نقطة في مقابل 5 نقاط لسبورتنج المصري. هجمة جديدة ماي حلوة تدي في الجنب منا عوض أماندا فورست. أثناء اختراق أماندا بترتكب ضدها ربيكة عقل خطأ شخصي. مجموع الأخطاء الشخصية حتى الآن 3 أخطاء لفريق سبورتنج المصري مقابل خطأين للرياضي اللبناني. تصويبة من مسافة متوسطة بتنجح فيها بالفعل أماندا فورست في إحراز ثنائية من مسافة متوسطة وبيرتفع الرصيد 7 نقاط في مقابل 14 للرياضي اللبناني. هجمة جديدة ودفاع رجل لرجل من سبورتنج المصري. تصويبة ثلاثية غير متقنة. كرة بتتنقل لجاتي ويرن. جاتي بتنقل على طول شادة نصر. شادة نصر ودفاع لصيق من أماندا فورست لشادة نصر وتمريرات من خارج قوس الثلاث نقاط واختراق وتمرير وتصويب ولكن بتطلع الكرة أوت لصالح الفريق اللبناني. الحكم سعيد بوكين المغربي بيقول ان هي لمست ايد علياء محمود جمال. وادي الاعادة اهي. اعادة لرمية اللي فاتت. طبعا اعادات جميلة جدا. بيستفاد بيها كل ناشئنا وناشئاتنا. في هذه التصويبة ثلاثية. اير بول ما بتجيش. والمحاولة الثانية. وبتطلع وبتنجح فيها رقم 11. ربيكة عقل. بتنجح في احراز النقطة 16 للرياضي اللبناني. في مقابل 7 نقط لسبورتنج المصري. علياء مية حلوة منا عوض دفاع لصيق رجل لرجل. مستوى فني راقي جدا للفريق اللبناني في الدفاع. علياء محاولة الاختراق بتدي في الجنب أماندا. أماندا بتشوت وما بتجيبش. والمتابعة مهارة المتابعة وبتطلع بكل اختبار سليمة بنت علي. برافو المحترفة التونسية في صفوف سبورتنج وبترفع رصيد نادي سبورتنج لتسع نقاط في مقابل 16 نقطة. وادي الجمهور اهو السكندري بيشجع بيقول ديفنس ديفنس. وهجمة جديدة للرياضي اللبناني. ثلاثية قاتلة من الأمريكية المحترفة جاتي ويرن بترفع الرصيد ل 19 نقطة في مقابل 9 نقطة. ادي الإعادة شوفوا حضراتكم معمول لها العاب ستار من زميلتها بريتني دانسون وحطت ثلاثيه جميله جدا. عشان كده دايما بنقول ان الاعاده فيها افاده في بيان المهارات الاساسيه في كره السله. خطا شخصي بيحتسبه الحكم الجزائري قادور حميد وعلى التنفيذ علياء من تحت السله. العاب ستار زي ما حضراتكم شايفين. دفاع حديدي من الفريق اللبناني الشقيق. علياء بتعمل محاورة وبتدي في الجنب لمنا. الله منا عوض بتتفوق على نفسها. وهنا خطأ متعمد من لاعبة رقم 13 شادة نصر. ادي الإعادة بصوا حضراتكم بعد ما صوبت عملت كده احتكاك. طبعا الخطأ المتعمد زي ما حضراتكم عارفين في كرة السلة ليه رميتين واستحواذ. رميتين واستحواذ 19-11 مهمة جدا الرميتين والاستحواذ أهم. الرمية الحرة الأولى لازم نستثمر هنندم على كل الرميات دي. طبعا كل فريق الرميات الحرة ليه مهمة جدا وبتنجح في إحراز الرمية الحرة الثانية وليها اوت من الحد الجانبي 19-12 والتقدم للنادي الرياضي اللبناني الشقيق. اوت من الحد الجانبي وعلى تنفيذ علياء بتدي مية حلوة. مية حلوة مقطوعة تمريرة مقطوعة وبكل سلاسة بتنجح جاتي ويرن في احراز سلمية. طبعا اخطاء مش عايز اقول انها ساذجة ولكن يعني هنشوف
نتمنى ازدياد المستوى في الفترات القادمة. تمريرات من خارج القوس، هو دفاع حديدي من الرياضي اللبناني. أماندا، أماندا، وأوت لصالح الفريق اللبناني. أوت سايد. وعلى التنفيذ رقم 11 صناعة الألعاب رابيكا عقل، بتدي في الجنب بريتاني رابيكا، واختراق وثلاثية ما بتجيش من جاتي ويرن. على طول فاست بريك 3-3، وعالية بتدي في الجنب، وباسكت جميل جدا، برافو يا منة. منة عوض بتتفوق على نفسها وتحط النقطة رقم 14. ادي الإعادة، بصوا حضراتكم رغم ان كان عليها دفاع قوي جدا نجحت في احراز سلمية. 21-14 وما زال التقدم للرياضي اللبناني. تمريرات للرياضي، ثلاثية ثلاثية ما بتنجحش فيها رابيكا، بتيجي في الجنب على طول. مي حلوة، برافو يا مي، حلوة يا مي. اخر 25 ثانية من احداث اللقاء، وتشجيع من الجماهير العظيمة للسبورتنج، وتمريرة يعني اهم لحظات في هذا الشوط وما بتجيش مرة تاني. الكرة حايرة بين ايدين المدافعين والمهاجمين، وانا شايف انفعالات. كابتن شريف عزمي بره، بنلعب في اخر ثانيتين، وهنا وقت مستقطع بيطلبه الكابتن شريف عزمي المدير الفني لنادي سبورتنج. ادي النتيجة والوقت قدام حضراتكم، ده الوقت المستقطع، فاضل فيه 50 ثانية، ونتيجة اللقاء حتى الآن 21 الرياضي اللبناني، 14 سبورتنج المصري. وآخر أوقات المباراة، طبعا بنستغل الفترات عشان نقول لحضراتكم نشاطات الاتحاد العربي، وطبعا إعادات بيجيبها لنا مخرجينا النهاردة محمد العدلي وشريف سلامة. طبعا البطولة العربية للسيدات اللي بنزاح لحضراتكم على الهواء مباشرة، بتقام بنادي في نادي سبورتنج بين 8 فرق. وصل للمربع الذهبي الرياضي اللبناني، سبورتنج المصري، مجمع البترول الجزائري، والارثوذكسي الاردني. كان قبل هذا اللقاء لقاء بيجمع بين المجمع البترولي الجزائري والارثوذكسي الاردني، نجح المجمع البترولي الجزائري في الفوز والحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في هذه البطولة. ده كده عرض سريع على المباراة الماضية. ان شاء الله النهاردة من سيفوز سيحمل كأس البطولة والميدالية الذهبية. عودة لأجواء اللقاء مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وكرة مقطوعة وماية حلوة، ولكن بتنتهي أحداث الفترة الأولى بتقدم الرياضي اللبناني على سبورتنج المصري بنتيجة 21-14. دقيقتين على طول وننقل لحضراتكم أحداث الفترة الثانية. لو قريبنا الفترة الأولى، طبعا مفيش كلام إن المستوى العام لفريق الرياضي اللبناني فنيا طبعا في تفوق كبير جدا، لأن عنده اثنين من أبرز اللاعبات المحترفات، هي جاتي ويرن رقم 8 وبريتني دانسون رقم 15. يعني نقدر نقول إن هم حاطين تقريبا أكتر من 75% من ال 21 نقطة الموجودين في السكور. دي بعض الاعداد بيجيبها لنا مخرجنا النهارده محمد العدلي وشريف سلامه. احنا مستمرين ما بنفصلش خالص، اديني بس في الاكرام نص ساعه. وزي ما حضراتكم شايفين تعليمات من المديرين الفنيين مستمره للفريقين لتصحيح الاخطاء وتعليمات عشان الفترات اللي جاية. بيسد طبعا الأخطاء، بيشوف الثغرات اللي كانت في الدفاع والهجوم. طبعا مباراة تليق
بسمعه الفرين. نادي سبورتنج له باع كبير جدا في كره السله سواء على المستوى المحلي او العربي او الدولي. طبعا بنتمنى التوفيق للفريقين، مش مهم مين يفوز قد ما مهم ان احنا نتمتع بفنون وعروض كرة السلة. عودة لأجواء اللقاء مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وبداية الفترة الثانية وهجمة جديدة بتاخدها علياء، وآدي تمريرة ولكن غير متقنة بتترد على طول من الرياضي اللبناني، وأثناء دخول شادى نصر احتكت بها علياء من الخلف وخطأ شخصي بيحتسبه الحكم الأردني أحمد فخوري برميتين حرتين لصالح الفريق اللبناني وعلى التنفيذ شادى نصر. شادى نصر بتنجح في إحراز الرمية الحرة الأولى وتخفق في الثانية لتصبح النتيجة 22-14 لصالح الرياضي اللبناني، وبنلعب في أول دقيقة من أحداث الفترة الثانية. هجمة جديدة للرياضي اللبناني، بريتي مدنكم واختراق بلا دفاع من ربيكا عقل أفضل لاعبات الرياضي اللبناني. بصوا حضراتكم الإعادة، دخلت بلا أي عناء وحطت سلمية بكل سلاسة وسهولة. علياء من عوض بتفضي لأماندا فورست، أماندا واختراق مرة تاني منا وتصويبة وهي بتصوت. سامية بنت علي سلمى ارتكب ضدها خطأ شخصي على طول بيستوجب رميتين حرتين. حكمنا سعيد بوكين من المغرب حسب خطأ شخصي بيستوجب على طول رميتين حرتين. سلمى بتنجح في إحراز الرمية الحرة الأولى وبيتقلص النتيجة إلى 9 نقاط، والثانية بيصبح الفرق 8 نقاط والتفوق للرياضي اللبناني 24-16. هجمة جديدة بقيادة شادى نصر المتفوقة على نفسها اليوم، واختراق من الأمريكية المحترفة رقم 8 وبتكملها لها بريتاني دينسون. يعني جاتي ويرن حاولت ما عرفتش، زميلتها على طول بريتني دانسون بتكمل لها ولها رمية حرة إضافية. 26-16 27-16 طبعا المحترفات الأمريكيات فارقين جدا في مستوى الفريق الرياضي اللبناني، وطبعا اختيار المحترفات طبعا شيء يحمد أو تحمد له إدارة النادي. وهنا الكرة بتخبط في رجل احد مدافعي الفريق اللبناني وعلى طول بيتجدد زمن الهجمه ل 14 ثانيه لان في تعديلات القانون ما دام في نص ملعب الخصم بتجدد ل 14 مش ل 24 ثانيه. هجمه جديده بتقودها علياء من سبورتنج، ما هي حلوه. ماي بتخترق ولكن عدم توفيق، معلش اللي جاي احسن. يعني بنقول مية حلوة ده لقب وإن شاء الله تبقى مية حلوة صفة. طبعا حلوة في اللعب أكيد، مية حلوة وتصويبة وهارد لك يا مية. ومنا بتاخد الكرة مرة تاني لعلياء ومحاولة الاختراق، علياء بتتلم وتمريرات ولكن خطأ شخصي على بريتني دينسون. على طول على طول قدور حميد الحكم الجزائري بيحتسب خطأ شخصي بيستوجب رميتين حرتين. بتنجح في إحراز الرمية الحرة الأولى بيتقلص الفرق ال10 نقاط والرمية الحرة الثانية. برافو يا منا عوض 27-18 وباقي 8 دقائق تقريبا على نهاية أحداث الفترة الثانية أو الشوط الأول. صراع على
المركز الاول والميداليه الذهبيه وخطا شخصي على منى عوض بيستوجب اوت من الحد الجانبي لملعب نادي سبورتنج لصالح الرياضي اللبناني. هجمه جديده شادى نصر بتحاول مقطوعه برافو برافو اماندا وبكل اقتدار اماندا فورست اماندا فورست بتحط باسكت جميل جدا وبتقلص الفرق لسبع نقاط 27-20 وهجمه جديده وارتكاز الله بريتاني دانسون بتبرز افضل ما عندها من مهارات وبترتكز وبتحط كرة من مسافة متوسطة وبيرتفع رصيد الرياضي اللبناني ل 29 نقطة في مقابل 20 ودي مية حلوة حلوة يا مية يا حلوة يا حلوة يا مية يا حلوة الله الله عليك يا مية بتفاجئ دفاع الرياضي اللبناني بثلاثية قاتلة بتضيق بيها الفارق لسبع نقاط برافو يا مية مية حلوة اسمع على مسمى وادي اختراق ونقول برافو برضو الله على ربيكا عقل بتحط سلمية جميلة جدا وبيرتفع الرصيد ل 31-23 لصالح الرياضي اللبناني. ماي حلوة بتقود هجمة جديدة بتدي علياء علياء بتخترق واثناء اختراقها بتنجح في اختناص خطأ شخصي بيستوجب رميتين حرتين والخطأ على بريتاني دينسون المحترفة الأمريكية في صفوف الرياضي اللبناني. تغيير بيجري كابتن شريف عزمي طلعت سلمى بنت علي ونزلت الصاعدة الواعدة رقم 15 رنيم الجداوي. رنيم هي أحد الكوادر الرئيسية في منتخب الناشئات اللي فاز بالمركز الثاني في البطولة الأفريقية وشرفونا وإن شاء الله هتتكرم فيما بين الشوطين. علياء بتنجح في احراز الرميتين وتقلص الفارق لاول مره اعزائي المشاهدين لست نقاط فقط 31-25 وباقي ست دقائق على احداث الفتره الثانيه. هل هيستمر الرياضي اللبناني في تفوقه ام للسبورتنج راي اخر؟ بترد عليا المحترفه الامريكيه جاتي ويرم وبتقول لي لا ادي نقطتين اهو عشان نحقق ادي الاعاده. بصوا حضراتكم اهي في الاعاده افاده مخرجينا محمد العدلي وشريف سلامه النهارده ممتعنا بالاعادات. ثلاثيه غير متقنه من اماندا مردوده مره تانية من شادى نصر وشادى هنا في اعتراض بخطا شخصي خطا شخصي هنا خطا فني بيستوجب رميتين وحيازه بتنجح في احراز الرميه الحره الاولى وسادة نصر المتفوقه على نفسها اليوم بتنجح في احراز الرميه الحره الثانيه واوت 36-25 وخمس دقايق ونص هي العمر المتبقي من احداث الفتره الثانيه. تمريرات من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل ثلاثيه ولكن مهدره بتطلع من شادى نصر اللي عامله مباراه طيبه جدا النهارده. تنتهي الكره العالية سبورتنج 36-25 الفرق مش كبير ولكن ممكن التعويض وممكن الزياده. منا مرة تاني بتدي أماندا وأثناء مرور أماندا طلعت الكرة أوت وبتقول الحكم خبطت في إيد أحد المدافعات ولكن طبعا الحكم قراره لا ردة فيه. هجمة جديدة للرياضي اللبناني بتاخدها أفضل اللاعبات في الفريقين شادى نصر بتدي تمارا لشادة مقطوعة برافو رنيم مقطوعة مرة تاني واختراق وخطأ شخصي على رنيم الجداوي
خطأ شخصي على رنيم الجداوي وانفعال من كابتن شريف عزمي. نتمنى الهدوء عشان ما ناخدش خطأ فني. ادي الحكم رايح له بيهديه، الحكم بيحاول يهديه، ونتمنى ادي اعادة مرة تاني اثناء الاختراق. يعني هو طبعا الحكم هو ليه القرار الاصوب، ممكن نشوف ان ما جاتش او ما فيش احتكاك، ولكن الحكم هو الاقرب، ولا اعتراض على صفارة الحكم. نجحت سادة نصر في احراز رمية من الرميتين. بيتقدم وادي تغيير، طلعت بريتاني دانسون ونزلت ستة شيرين الشريف، وبيتسع الفارق 37-25 للفريق اللبناني الشقيق، وباقي 4 دقايق ونص على نهاية الفترة الثانية. خطأ شخصي بيحتسب على اللاعبة رقم 14 من عوض، وبيستوجب رميتين حرتين نظرا لارتكاب الفريقين أكثر من 4 أخطاء شخصية. مي حلوة على التنفيذ، حلوة يا مي، أو مي يا حلوة، برضه حلوة يا مي، برافو. بتنجح في إحراز الرميتين، وبيتقلص الفارق أعزائي المشاهدين ل10 نقاط 37-27، وبنفكر حضراتكم نهائي البطولة العربية رقم 16 للسيدات السبورتنج السكندري للأندية والرياضي اللبناني. خطأ ال3 ثواني احتسبه حكم اللقاء أحمد فخوري من الأردن، وبتنتقل الكرة أوت لصالح السبورتنج المصري. علياء، علياء بتدي لمية حلوة، الله 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 على التمريرة والله على الباسكت، برافو علياء، برافو مية حلوة، إيه الجمال ده؟ بصوا حضراتكم الإعادة، بكل اقتدار طلعت من وسط 4 مدافعين وبتحط باسكت جميل جدا. يا ريت ندافع بالظبط، ادي الدفاع اهو، وعلياء بتدي تمريره سحريه، الله، وبيتفوق فريق سبورتنج على نفسه. علياء واماندا فورست، واماندا فورست وعلياء، الله يا اماندا، غزال غزال يا اماندا، والله غزال، حاجه جميله جدا، قمه الاقتدار، قمه الرشاقه. وبدأ بقى فريق سبورتنج والفرق يتقلص ل6 نقاط بعد ما كنا كام؟ بعد ما كنا 12 نقطة. هنا بقى المدير الفني اللبناني حس بالخطر، نزل بقى السلاح الكبير بتاعه الأمريكية المحترفة بريتاني دانسون، عشان طبعا حس بالقلق والخطر. 6 نقاط مش فرق كبير، ممكن تعويض، فبينزل بكل قوته. الرمية الحرة الثانية ما بتجيش. 3 دقايق 19 ثانية، مباراة كبيرة جدا. الجمهور هنا بقول لحضراتكم حاجة مشرفة جدا، بدأت بقى الأهازيج والتشجيع على أعلى مستوى. 6 نقاط هي الفارق، وبيتفوق سبورتنج على نفسه. مي حلوة، مي حلوة، حلوة يا مي، وأثناء اختراق مي حلوة بترتكب ضدها تمارا خليل. تمارا خليل خطأ شخصي، وزي ما قلنا لحضراتكم الفرقتين أكتر من 4 أخطاء شخصية، يبقى على طول رميتين حرتين. وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني للرياضي اللبناني إليه نصر، كان لاعب طبعا في النادي الرياضي اللبناني، له تاريخ كبير جدا إليه نصر، وأعتقد أيضا من المدربين الناجحين في لبنان الشقيق. نتمنى له التوفيق. وادي النتيجة قدام حضراتكم 37-31. نجح شريف عزمي انه يقلص النتيجه. شريف عزمي طبعا ليه باع كبير جدا في التدريب، وفي حديثي معاه قال ان هو مستلم الفريق من 2 أسبوع، يعني عمره مع الفريق 15 يوم. طبعا انجاز كبير جدا بيضاف الى سجل مش شريف عزمي بس، الى المدربين المصريين. ادي سياده الوزير خالد عبد العزيز مشرف البطولة، طبعا تكريم كبير جدا لكرة السلة العربية أن يحضر وزير الشباب والرياضة المصري. السيد الوزير المحترم خالد عبد العزيز بيحضر أيضا معاه
بجانبه رئيس نادي سبورتنج المهندس عبد الحميد بدوي والدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله. طبعا تكريم كبير جدا وثقل كبير جدا للبطوله حضور هذه الشخصيات السيد الوزير وهذه الشخصيات العامه. ما هي حلوه بتنجح في احراز الرميه الحلوه مش الحره بقى ما دام جت نقول عليها الرميه الحلوه عشان هي ما هي حلوه. هضلك حسدت كمان ولكن المتابعه وا الله 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 يا منة والله يا رنيم وتقلص الفرق لثلاث نقاط. ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ سيمفونيه سيمفونيه من بنات سبورتنج بيعزفوها في اخر اوقات الفتره الثالثه. معلش هارتلك وبنقول برافو برافو ايضا لربيك عقل اخترقت وحطت باسكت جميل. والله انا فرحان لارتقاء المستوى للفريقين. حاجه تشرف ان احنا نلاقي ان كره السله العربيه بهذا التفوق. ودي مي حلوه يلا مي طلعت مي ولكن مقطوعه الهجمه المرتده الهجمه المرتده وخطا شخصي على منا عوض خطا شخصي. اي طبعا خطا شخصي زي ما قلنا لحضراتكم هيبقى فيه رميتين حرتين. 39 34 الفرق مش كبير مباراه قويه جدا وباقي دقيقتين و15 ثانيه. ويا ريت مخرجينا محمد العدل وشريف سلامه يجيبوا لنا الساعه والنتيجه عشان يبقى مشاهدينا على طول معانا لحظه بلحظه لان كره السله زي ما احنا عارفين هي لعبه الثواني والارقام. هجمه جديده بتاخدها علياء 39 34 فرق خمس نقاط وباقي دقيقتين على نهايه الفتره الثانيه. مية حلوه في الكام لمنا عوض محاوله للدخول ولكن المتابعه طبعا من نصيب بريتاني دينسون الامريكيه ودفاع هنشوف اخر دفاع جميل برافو ولكن مقطوعه مره ثاني وبتتحط بكل سهوله من ربيكة عقل اللي عامله مباراه قويه جدا وبيزيد الرياضي اللبناني النتيجه الى 41 34 سبورتنج المصري. هذه اعاده بص حضراتكم مفيش دفاع عندها خالص بتتحط بكل سهوله اخطاء طبعا صغيره جدا وهنا الفعل ورد الفعل. ما هي حلوه بترتكب خطا شخصي وادي تغيير بيجري الفريق اللبناني طلعت 13 شادى نصر ونزلت 9 لاما المقدم. وقت متقطع يطلبه المدير الفني اللبناني كابتن ايلي نصر. باقي دقيقه 21 ثانيه والنتيجه 41 34 والتقدم لصالح الرياضي اللبناني. مباراه كبيره جدا لو قيمنا حضراتكم المباراه فنيا في فتراتها السابقة هنلاقي ان في طبعا تكافؤ. ادي السيد الوزير مشرف ملاعب كرة السلة بجواره رئيس نادي سبورتنج المهندس المحترم عبد الحميد بدوي والدكتور مجدي ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو الاتحاد العربي لكرة السلة. ادي بعض الاعداد بصوا حضراتكم ادي الاعداد طبعا بيستفيد منها ناشئنا ونشاتنا. وادي تصويبه بلا اي دفاع يعني بتشوط وهي مفيش اي مقاومه قدامها. طبعا اخطاء اكيد كابتن شريف عزمي في الاوقات المستقطعه بيقول لهم على هذه الاخطاء وفي المقابل ايضا إلي نصر بينتهز برضو هذا الوقت المستقطع عشان يشد من اذى فريقه. وادي النتيجه جابها لنا النهارده مخرجنا محمد العدل وشريف سلامه دقيقة 21 ثانية العمر المتبقي من أحداث الفترة الثانية والشوط الأول 41 34 سبع نقاط فرق مش كبير. وأدي جانب من الحضور الجماهيري طبعا شيء مشرف يعني أجيال وراء أجيال عائلات محترمة عودة للجماهير للملاعب مرة أخرى شيء مشرف طبعا وبنشيد بالتنظيم نادي سبورتنج
10 على 10، تنظيم 20 على 10، جمهور رياضي من الطراز الاول 10 على 10، كله 10. وادي الرمية الحرة الأولى، ربك عقل لم تحرز الرمية الحرة الأولى، دقيقة 20 ثانية، والرمية الحرة الثانية بتنجح في إحرازها، وبيرتفع الرصيد لثمان نقاط فارق لنادي الرياضي اللبناني. وهنا تمريرة مهدرة ولكن أوت لصالح نادي سبورتنج السكندري. هنقول نادي سبورتنج المصري لانه بيمثل مصر الان. اماندا فورست المحترفه الامريكيه، وتمريره ولكن رنيم الجداوي ما استقبلتهاش بقوه، فوجئت بالباصه. معلش يا رنيم اللي جاي احسن. واوت لصالح الرياضي اللبناني، وبتقود الهجمه المتالقه ربيكة عقل، عاملة شغل جامد قوي النهارده، بتدي في الجنب لشيرين الشريف، والكرة كانت على شفا كده الاوت ولكن بتتلحق مرة تاني بريتاني دانسون، مرة تاني ربيكة عقل، وتقريبا ثلاثية ما بتجيش، والمتابعة وتمريرات غير ناقعة، وبريتاني دانسون بتختم هذا اللهو، أنا بسميه لهو لأن مهارة المتابعة مهمة جدا، بتختمه بسلة مؤكدة وبترفع الرصيد لعشر نقاط بعد ما كنا ستة مرة أخرى. آخر 17 ثانية في الفترة الثانية. علياء ثلاثية علياء ما بتجيش، بتتلم من رنيم، بتطلع رنيم مش موفقة النهاردة رنيم هارد لك. خمس ثواني، ثلاث ثواني، وبفدائية بتنجح ربيكة عقل بانها تحط اخر باسكت في اخر ثانيه، وبتنتهي احداث الفتره الثانيه والشوط الاول اعزائي المشاهدين بتقدم الرياضي اللبناني 46 سبورتنج 34. طبعا التفوق كان فنيا للرياضي اللبناني، نتمنى ان ترقى هذه المباراه في فتراتها الثالثة والرابعة بمستوى فني أعلى حتى نستمتع وجمهور المشاهدين. مش مهم مين يفوز، الفرقتين عربيين الاثنين مقدمين عرض جميل جدا. لو فاز الرياضي اللبناني نقول له ألف مبروك وهارد لك للسبورتنج المصري، لو فاز السبورتنج المصري بنقول له ألف مبروك وهارد لك للفريق اللبناني. البطولة عربية غير مؤهلة لأي بطولة قارية، ولكن في النهاية الكل فائز والكل مستفيد بلقاء الأحب. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، عشاق كرة السلة الساحرة البرتقالية المستديرة، أحييكم سامي الشاروني من نادي سبورتنج لنقدم لحضراتكم أحداث الفترة الثالثة ومن مباراة نهائي البطولة العربية للسيدات رقم 16 بين ناديي سبورتنج المصري والرياضي اللبناني، اللي انتهى شوطها الأول بتقدم نادي الرياضي اللبناني 46-34. بدأ اللقاء منذ ثواني وخطأ شخصي لصالح الرياضي اللبناني، وعلى التنفيذ المحترفة الأمريكية بريتاني دانسون، وبتحرز الرمية الحرة الأولى والثانية نسبتها 100%، جاتي ويرن، عفوا اسمها جاتي ويرن، وبيتقدم الرياضي اللبناني 48 سبورتنج 34. الكرة مع رنا نبيل صناعة ألعاب سبورتنج المصري، تطلع كرة بره اوت. طبعا البدايات دايما بيبقى فيها شيء من اهتزاز الاعصاب، نتمنى التوفيق للفريقين عشان نستمتع بهذا اللقاء. هجمه جديده
بتاخدها رابيكا عقل اللي عامله مباراه جامده جدا النهارده وقويه جدا. بتدي بريتني دانتون مره ثانيه لرابيكا، وخطا شخصي على سلمى بنت علي المحترفه التونسيه في صفوف نادي سبورتنج المصري. اوت من الحد النهائي لصالح الرياضي اللبناني المتقدم 48-34. بنلعب في اول دقائق الفتره الثالثه من اللقاء. رابيكا عقل بتعمل هات وخد مع بريتني دانسون، واثناء اختراقها بترتكب ضدها اماندا فورست الامريكيه المحترفه في صفوف نادي سبورتنج خطا شخصي بيستوجب رميتين حرتين. بتنجح رابيكا في احراز الرميه الحره الاولى وبتخفق في الثانيه، بتتلم على طول بمتابعه ماي حلوه صناعه الالعاب رنا نبيل بتهدم العابها بتبتدي خطه جديده واختراق من رنا وبتنجح رنا. برافو يا رنا، بتحط سلميه جميله جدا من تحت ايد العملاقه بريتني دانسون، والرد في صالح فريق سبورتنج. سلمى بنت علي، وادي الاعاده، اعاده جميله جدا اهي زي ما حضراتكم شايفين، هجمه جديده ويحتسب حكم اللقاء على اماندا فورت. قطع شخصي يستوجب اوت من الحد الجانبي، والكره في حيازه نادي الرياضي اللبناني. رابيكا عقل صانعه العاب الرياضي اللبناني، محاوله للاختراق، بتدي في الجنب الجاني ويرم، بتفوت جاني وبتحرز ثنائيه. يتقدم الرياضي اللبناني 51-36 على سبورتنج، وهجمه جديده من رنا نبيل لسلمى. دفاع رجل لرجل لصيق من الرياضي اللبناني. مرة تاني أماندا واختراق، وأثناء اختراقها خطأ شخصي لصالح أماندا. حتى الآن فريق سبورتنج عامل أربع أخطاء شخصية، وده الخطأ الأول لفريق نادي الرياضي اللبناني. رميتين لصالح نادي سبورتنج. رابيكا عقل وعدم توفيق في احراز الرميه الحره الاولى، والرميه الحره الثانيه بتنجح في احرازها 51-37، وهجمه جديده للرياضي اللبناني وتمريرات من خارج القوس ودفاع حديدي من سبورتنج وتصويبه غير موفقه. بتتلم مره ثانيه وتمريرات من خارج الخط وثلاثيه مطحونه من لامع المقدم. تصويبه جميله جدا من لاعبه رقم 5 رنا نبيل. برافو رنا، بتخلص الفارق 54-39 ما هي حلوه، وبتخبط في رجلي لاعبه رقم 11 رابيكا عقل وتطلع اوت لصالح نادي سبورتنج المصري. رنا نبيل اللي عامله مباراه جميله جدا وبتقود الملعب باقتدار، بتدي تمريرات في الجنب. سلمى بنت علي المحترفة التونسية في صفوف سبورتنج المصري. أماندا فورست، أماندا وعليها اثنين مدافعين،
بتدي في الجنب، الله، تمريره سحريه من اماندا لمنال عبد القادر. برافو يا اماندا، برافو يا منال عبد القادر، وبتحط سلميه جميله جدا ولها رمي حره اضافيه نتيجه خطا شخصي من احد لاعبي الرياضي اللبناني. والاضافيه مره اخرى 54-42، 12 نقطه هي الفارق وادي عاده، وحاجه طبعا محترمه جدا. وبدا التشجيع لنادي سبورتنج، وادي لعبه ارتكاز جميله جدا من بريتاني دينتون، بتحط سلميه وبيرتفع الرصيد الرياضي اللبناني 56-42. هجمه جديده اماندا، ومحاوله اختراق من النص، وبالفعل بتخترق، واثناء اختراقها بخبره كده بتقتنص خطا شخصي من بريتاني دينتون المحترفه في صفوف الرياضي اللبناني. رميتين حرتين، الوقت المتبقي اعزائي المشاهدين 6 دقائق على احداث نهايه احداث الفتره الثالثه، وبتنجح اماندا في احراز الرميه الحره الاولى والثانيه ايضا، وبترفع رصيد سبورتنج ل 44 نقطه في مقابل 56. وكوره كانت هتبقى مقطوعه، ولكن على طول لحقت نفسها بريتاني، وتمريرات وهجمه منظمه وثغره من البيز لاين، وهنا اصابه. نتمنى السلامه لرنا نبيل، سلامات يا رنا، يعني في الام كده في الظهر، الظهر خدت خبطه او حاجه، الف سلامه. طبعا لو الطبيب نزل لازم تغير، نزل بالفعل، الف سلامه لرنا نبيل، عامله مباراه طيبه جدا، نتمنى لها السلامه ان شاء الله، تعاود اللقاء مره ثانيه. وبتلقي تشجيع من الجمهور، وادي طبيب الفريق نزل عشان العلاج. تغيير اضطراري، خرجت رنا ونزلت علياء محمود جمال احد الكوادر الرئيسيه في نادي سبورتنج، والمنتقله من النادي الاهلي منذ عده مواسم. وادي هجمه جديده، اماندا، علياء لاماندا مره ثانيه، ثلاثيه هارد لك اماندا، بتترد على طول للفريق الرياضي اللبناني، لابد من التنظيم الدفاعي، دفاع رجل لرجل زي ما حضراتكم شايفين، وتمريرات وتصويبه من مسافه متوسطه ما بتوفقش فيها رابيكا، ما هي حلوه بتسيطر على كورتها وبتهدي الملعب مره تاني اماندا، وتمريره سحريه، الله الله يا اماندا، والله يا منى عوض، اماندا بتدي هديه لمنى عوض زي ما حضراتكم شايفين في الاعاده، الله، مخرجنا محمد العدلي وشريف سلامه النهارده متعنا بالاعادات. وهجمه جديده، لما المقدم في الجنب، والكوره لعبت الارتكاز ودبل تيمنج كده او مصياده، وتصويبه عشوائيه، وخطا شخصي بيحتسبها الحكم على سلمى بنت علي، خطا شخصي بيستوجب رميتين حرتين، رميتين حرتين لصالح الفريق اللبناني الشقيق، 58-46، فرق 12 نقطة، ورميتين حرتين، الرمية الحرة الأولى غير موفقة، لعبة رقم 6 شيرين الشريف، شيرين الشريف، والرمية الحرة الثانية أيضا ما بتوفقش فيها، وبيظل الفارق كما هو ال 12 نقطة زي ما هم. هجمة جديدة بتاخدها علياء وأماندا، أماندا في الجنب لمنى، منى عوض دخل كده بخبرة، وبتقتنص خطأ شخصي
من شادى محمد، وده الخطأ الشخصي الرابع على فريق الرياضي اللبناني. يعني أي خطأ شخصي تاني هيبقى فيه رميتين حرتين للفرقتين. يعني الفرقتين حتى الآن أعزائي المشاهدين مرتكبين أكثر من 4 أخطاء شخصية. أي خطأ شخصي بعد كده حتى لو في وسط الملعب هيتم على طول رميتين حرتين. هنا في بعض، مش عايز أقول الاعتراضات، ولكن يعني في كده تلميح إن صحيفة التسجيل ممكن تكون غير مطابقة للوحة التسجيل. ولكن حكم اللقاء الأول أحمد فخوري من الأردن الشقيق بيصوب الخطأ وبيراجع وبينهي هذه الأزمة التي بلا لازمة. رمية حرة أولى غير موفقة من منة عوض، هارد لك يا منة. والرمية الحرة الثانية بتنجح منة في إحرازها ويضيق الفارق إلى 11 نقطة. والوقت المتبقي من أحداث الفترة الثالثة 4 دقائق تقريبا. ثلاثية متقنة جدا من نجمة الفريق ربيكة عقل. ربيكة عقل هي أفضل لاعبي الفريقين حتى الآن، بتحرز ثلاثية 61-47، مستوى مرتفع جدا فني للفريق اللبناني الشقيق. وخطأ شخصي على اللاعبة رقم 6 شيرين الشريف، يستوجب رميتين حرتين زي ما قلنا لحضراتكم. أي خطأ شخصي على طول هيبقى فيه رميتين حرتين. وعلى التنفيذ منة عوض لاعبة نادي سبورتنج، بتنجح منة في إحراز الرمية الحرة الأولى والرمية الحرة الثانية أيضا 61-49، فرق 12 نقطة. وبتنتقل الهجمة لفريق الرياضي اللبناني. تمريرات من خارج القوس، ربيكة عقل أفضل لاعبة في الفريقين، بتدي في الجنب لشادى نصر. شادى نصر بتشوط أي حاجة بتتلم، ما هي حلوة عايزة تخترق، وبتدي تمريرة غير متقنة بتترد للفريق اللبناني مرة أخرى. شادى نصر ثلاثية ولكن مهدرة من شادى، ووقت مستقطع، وقت مستقطع بيطلبه الكابتن شريف عزمي لتصحيح الأوراق. وجنبي هنا كابتن محسن. كابتن محسن، انت كنت لعيب سله طبعا بخبرتك كده، انت شايف ان ممكن نادي سبورتنج يعمل كامباك، او ممكن ان هو يرجع تاني الامل للجمهور السكندري؟ والله كابتن سامي ممكن يرجع، ولسه في كوارتر كامل لسه موجود غير اللي باقي في الكوارتر الثالث. واعتقد بس كل مشكله بنات الثقه هربانه منهم شويه، يعني مي حتى اللي قرأ طلع في الكره الاخيره دي، اعتقد لو كانت راحت اسرع من كده وكانت دخلت اسيه خايفه طلع على الحلقه خايفه شويه. اعتقد كابتن شريف عزمي عايز يفوقهم شويه من الناحيه النفسيه والنواحي النفسيه اكتر من النواحي الفنيه. اعتقد هيكونوا مميزين بشكل كبير جدا وهيقدروا يرجعوا للمباراه. عايزين ثلاثيه واحده ترجعهم المباراه ثاني، يكسروا ال 10 نقاط قبل الكوارتر الثالث من يبدا، هيفرقوا بشكل كبير وهيقدروا يخلوا نادي سبورتنج يدخل في المباراه تاني. واعتقد ان 12 نقطه في عالم كره السله مش كبيره يا كابتن، قليلين خاصه طبعا احنا بنتكلم في 3 شوطات بثلاثه او 4 شوطات بثلاثه. بالظبط. وعندنا اماندا وعندنا ناس كتير، مي حلو عامله مباراه طيبه جدا النهارده، ولكن لازم كابتن شريف عزمي يشتغل على الديفنس اهم من الاوفنس. اكيد الديفنس لازم يتعمل كويس برضو ويتحجز. لا ننكر ان هم عندهم 2 محترفات برضو على اعلى مستوى، اعتقد في اعتقادي الشخصي ان هم اكتر 2 محترفات فنيا مميزين في البطوله. بالظبط، ولازم يتحجزوا بره، اللي يعني الزون يبقوا طالعين بره على طول. بالظبط كده. يعني طبعا بما انك كنت لاعب سله طبعا اكيد بتشاركني الراي ان الامل موجود. طبعا الامل موجود، ولسه لحد الان لسه في امل ان سبورتنج يقدر يحسم مباراه من غير اكسترا تايم كمان ان شاء الله. شكرا كابتن محسن. عوده اعزائي المشاهدين لاجواء اللقاء مره اخرى، والهجمه لنادي سبورتنج. من عوض بتدي لسلمى، مي حلوه لسلمى مره تاني، ثلاثيه، والكره تعاند سبورتنج في الثلاثيات، بتترد على طول الكرة، هجمة مرتدة
هجمه مرتده. شادة نصر، شادة نصر بتعمل عايزه بس اي ثغره، بتدي المتالقه ربيكا وتصويبه وبلا دفاع. ما يعني شيرين الشريف لم تجد اي معاناه في انها ادي الاعاده اهي قدام حضراتكم، مفيش اي دفاع عليها الا من الخلف، والدفاع الخلفي طبعا ملوش قيمه في كره السله. لازم كله يا كابتن سامي يبقى بره الزون، لازم مش هقدر العب والعب من بره على الثلاثيه محدش يشوف. تمام، ادي هجمه جديده سلمى، وبرافو عليكي، برافو يا بنت هايله سلمى بنت علي، بتتفوق على نفسها. ادي الاعاده بصوا حضراتكم، وبتحط من بين ايدين اثنين، يعني اربع دراعات مفروضين عليها. 63-51 الفرق 12 نقطة، بقى دقيقة ونص تقريبا على نهاية احداث الفترة الثالثة. وادي تصويبة بمسافة متوسطة، برافو علياء مهارة المتابعة. وفاست بريك مقطوعة، مش وقت ابدا اخفاقات، وبتترد من الفريق اللبناني مرة اخرى. رقم 13 شادة نصر طلع بره. بنلعب في اخر دقيقة من احداث الفترة الثالثة، وتمريرات وصغرة صغرة، والمتابعة من نصيب الرياضي اللبناني. وبكل أريحية بكل أريحية بتنجح جاتي ويرن في إحراز سلة كده. بصوا حضراتكم العادة، بكل أريحية بعدت عن الدفاع وحطت كرة من الباك كده، وبترفع الرصيد ل 65-51 لصالح الرياضي اللبناني. ثلاثية غير متقنة من أماندا فورست، وبتترد مرة تانية. آخر هجمة للفريق اللبناني، آخر هجمة وتصويبة من مسافة متوسطة، بتترد على طول منا عوض. هات وخد، ومنا طالعة منا، مفيش توفيق، وبتحط، والله الله يا أماندا، أماندا فورست بتحط كرة من، أقول لكم إيه، من خرم إبرة. بصوا للعادة، بص شوف أماندا بتعمل إيه في وسط ثلاث مدافعين، ونجحت في إنها تحط كرة جميلة جدا ويتعمل ضدها خطأ شخصي وتاخد رمية حرة إضافية. لعيبة لماحة جدا، عينيها جايبة كل زوايا الملعب، شايفة السلة وشايفة المدافعين، نجحت في إنها تخترق من خرم إبرة، وهي دي الخبرة، وهي دي، عشان كده بنقول إن دايما اللعيبة المحترفة تمنها على قد مهاراتها، هي دي المهارات اللي مطلوبة. ونتمنى إن ناشئينا ونشئاتنا يشوفوا الحاجات الصغيرة دي اللي من نتيجتها بيحصل الفوز أو عدم الفوز. سامي حضرتك لو في الإعادة مع مخرجنا محمد العدل، لو الكرة دي جت تاني، بص أماندا بظهرها وبتلف وعليها ديفنس وعينيها على الحلقة. بتفق معاك يا كابتن محسن، بالفعل الباسكت بول زي ما أنت عارف ومشاهدينا عارفين، في حاجة اسمها السايد فيجن. يعني إيه السايد فيجن؟ الرؤية الجانبية، بيمتاز بيها لاعب أو لعيبة كرة السلة. مش زي الرياضات الاخرى، يعني ما ينفعش. ادي الاعاده اهي، شايفه الملعب كله ولقت مكان فاضي. اعتقد ان دي اجمل لقطات المباراه. تصويبه بالفعل محققه وجابت الاضافيه، واخر هجمه اربع ثواني، ثلاث ثواني، ثانيتين، وبتنتهي اعزائي المشاهدين احداث الفتره الثالثه بتقدم نادي الرياضي اللبناني 65-54. انا شايف ان الفرق مش كبير، 11 نقطة، سهل جدا يتعمل كامباك، سهل جدا. ادي النتيجة قدام حضراتكم اهي، الصوت الجاي هو الصوت الحاسم. ممكن كرة السلة ما فيهاش مستحيل، ممكن كامباك، ممكن فريق سبورتنج يعمل مفاجأة، وايضا ممكن فريق الرياضي اللبناني يحافظ على مستواه. ده اللي هنشوفه. وادي الاعدادات الجميله اللي بيجيبها لنا مخرجنا محمد العدلي النهارده، وادي الكره الجميله اهي، اجمل لقطات المباراه، اجمل لقطات المباراه. كابتن محسن، تتوقع شريف حازم هيعمل ايه في الكوارتر الرابع؟
شريف عزم هينزل الشوط الاول الثالث ده هيلعب بريست من اول الملعب وهيحاول يطلع يعني يلعب عليهم اللي هو يكسب فرق العشر نقاط. هو اصل المشكله عنده يا كابتن مش عدم التركيز في الديفنس بس، الهجوم كمان عنده الاوفنس في مشكله كبيره جدا، واللي شايف ان البنات عندنا في مشكله عندهم في انهاء الهجمه، في خايفين شويه من النهائي. انا بتفق معاك، ولكن انت عارف عنصر الطول مهم جدا، يعني انا اعتقد هو بيرسم على البورد دلوقتي لازم يطلع الطوال بتوعهم بره بالظبط. ما ده اللي بقول حضرتك، بالعاب الستار بالعاب سكرين بالزبط. المشكله عندنا ان الاثنين الامريكان بتوعهم عنصر الطول طبعا هو اللي بيفرق، لو نجح في انه يطردهم بره هيخلي اختراقاتنا سهله جدا وممكن نعمل كام باك وعوده تاني. هو يحجز ثم يحجز ثم يحجز بره البوكسنج اوت هيقدر ينفذ، والثلاثيات بتاعتهم لازم يطلع اللعيبه المكر عندنا تكون لعيبه خفيفه تطلع عليهم محدش الثلاثيات. وانا كمان مش شايف النهارده ثلاثيات لينا، يعني جت واحده او اثنين بالكثير. اعتقد ان لو اتعمل العاب ستار لاماندا ولمي اعتقد ان هم ممكن بالثلاثيات يعملوا كام باك ويرجعوا. لازم اول دقيقتين يكون كسر 10 بونت بسرعه جدا ان شاء الله باذن الله. عوده مره اخرى اعزائي المشاهدين وبدايه احداث الفتره الحاسمه والرابعه في احداث اللقاء، ونتمنى ان نراها حاسمه للجميع. اختراق غير عادي واستبسال من بريتني دينسون، دخلت ونجحت في انها تحط باسكت، ادي الاعاده بصوا حضراتكم، وخدت خطأ شخصي من سلمى بنت علي المحترفة التونسية ولا إضافية أخرى. ما بتوفقش في الإضافية. بنلعب في أول دقيقة من أحداث الفترة الرابعة أو الفترة الحاسمة. والكرة مع أماندا. منا عوض بتهدي ملعب، وزي ما بنقول ألعاب الستار والثلاثيات وادي الثلاثية. وزي ما قلنا زي ما توقعنا وانا جنبي كابتن محسن هنا اهو بيسلم عليا ويقول لي اللي احنا بنحلله بيحصل في الملعب، لا بديل عن الثلاثيات. لازم احجز جامد واطلع البره دي، لازم بره لازم نطردها. ثلاثيه محتاجين نحجز. يعني هم طبعا بيستغلوا الثغرات في اماكن فاضيه في الدفاع كتير، بيستغلوا هذه الثغرات ويحطوا منها بكل سهولة. برافو أماندا، نجحت أماندا في إنها تقتنص خطأ شخصي. طبعا كل ما ارتكبوا أخطاء شخصية ده في مصلحتنا، هنشوط رميات حرة ولسه بدري. أدي الإعادة أهي بصوا حضراتكم، فاضية مفيش أي نوع من أنواع الدفاع، كله مركز على الناحية الشمال. وأدي أماندا أهي، نشد حيلنا في المتابعة شوية، الريباوند عندنا ضعيف شوية بالظبط كده. نتمنى ان يكون الجميع على قدر مسؤوليه مباراه نهائيه، من يفوز بمباراه اليوم يفوز بكاس البطوله، مفيش بعد كده، يعني 8 دقائق ونص هي تفصلنا عن البطوله. ادي اختراق من ربيكا عقل، ربيكا عامله ربكة، يعني هي اسمها ربيكا وعامله ربكه للدفاع المصري، دي حقيقه. على فكره كابتن منظرها في الكوره كده كابتن باحساس الباسكت، اللي هي داخله تعمل فاول على مي عشان مي اللي هي لعيبه الارتكاز عندنا الاطول اللي بترمي الباون، وتنزل رنيم احسن لعيبه في افريقيا 18 سنه، ولكن خبرتها في مباراه زي دي قوات زي دي هتكون في صالح الفريق اللي بيلعب. اكيد، وهو تاكيدا على كلامك يا محسن، هم بيعتمدوا على الاختراقات وبعد كده بيدي الطوال يحطوا الباسكت. يعني هي بتخترق كل القصيرين بتوعهم، بيخترقوا بيجمعوا الديفنس عليهم، بتلاقي ثغرات تحت السله ايزي باسكت بعد كده للطويل. مش فارق معاهم هم واخدين على الجمهور بالظبط كده بالظبط. مره تاني بتنجح في احراز رميه من الرميتين. ربيكا عقل عامله شغل جامد قوي، وبيزيد الفرق ل 13 نقطه 70-57، واخر 8 دقائق في احداث اللقاء. ودخول علياء، الله علياء بتتفوق على نفسها علياء وتحط باسكت جميل، خدوا بالكم من دي. والمتابعه بتطلع الكره اوت لصالح سبورتنج. ادي بصوا الاعاده، علياء بتتفوق على نفسها
وبتغير وضع جسمها وبتطير وتحط باسكت. هجمه جديده منى عوض. الله 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 يا منى، وبتتقلص النتيجه لتسع نقاط. وبدا الجمهور، ادي الاعاده، بصوا حضراتكم قمه الاداء، قمه الاداء. والمباراه على صفيح ساخن، المباراه اعزائي المشاهدين على صفيح ساخن، ولكن بتاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الدخول في العمق من بريتاني دانوت وخطا شخصي يستوجب رميتين حرتين، وبتنجح في احراز الرميه الحره الاولى. بريتاني اعصابها حديد، يعني ما بتتاثرش لا بجمهور ولا بتشجيع. 72-61، 11 نقطة، ولسه بدري، لسه بدري، 7 دقايق ونص، عمر تاني. هجمة جديدة و رنيم، رنيم ما بتحطش السلة الأخيرة، بتنتقل الكورة شادى نصر، شادى نصر تدي في الجنب، وتصويبة من رابيكا عقل، أفضل لاعبة في البطولة أعتقد، هي أفضل لاعبات البطولة على الإطلاق. ثلاثيات بتجيب، اختراقات بتجيب، أسيست ومساعدة بتعمل، يعني لعيبة بصراحة الكل في واحد، كل حاجة بتعملها. وادي خطأ شخصي، مية حلوة بتستفاد من هذا الخطأ، وتغيير كابتن شريف عزمي، طلع رنيم ونزل سلمى بنت علي. وعودة لأحداث اللقاء مرة أخرى، ومحاولة للاختراق ومحاولة للتصويب أيضا، ولكن تمريرات مهدرة، يعني الميس باس لو جمعناه يعمل مباراة تانية. شيء طبعا يعني مش عايز أقول لحضراتكم أخطاء ساذجة، ولكن نتمنى ان تزول هذه الاخطاء في 6 دقايق ونص اللي باقي. هجمه جديده للرياضي اللبناني والمتالقه بريتاني، وبترتكب خطا المشي بالكره. الحكم الجزائري قدور حميد بيحتسب خطا المشي بالكره، وبتنتقل الكره لعلياء من سبورتنج مره اخرى. علياء بتدي لسلمى، سلمى وفي الجنب، وصوتها جميلة جدا، برافو يا مي. مي حلوة بتنجح في إحراز ثنائية جميلة جدا من تحت السلة. 63، أدي الإعادة أهي، بصوا حضراتكم بتنجح إنها تبعد عن الدفاع وتحط باص. 63-75، وأدي ريباوند جميل، برافو يا سلمى، كفاية دريبل. وهنا الحكم بيحتسب خطا الدبل دريبل او تنطيط الكره، طبعا هي طويله مش المفروض ان هي تعمل دريبل، ده شغل دايما الناس قصار القامه. هي طمعت، هي طمعت. ادي النتيجه قدام حضراتكم، وعايزين نعيد المشهد الاخير ده، يا ريت مخرجنا محمد العدلي يعيد لنا الكره الاخيره بتاعت سلمى. هي طبعا كلاعبه طويله القامه مش مطلوب منها ان هي تعمل دريبل وتعدي، ده شغل صانع الالعاب او شغل اللاعبين قصار القامه. هي شغلها دايما المفروض ان هو بيكون تحت السله. انا شايف يا محسن ان في اختلال شويه في المستوى بالنسبه لفري سبورتنج، ايه رايك؟ ادي الاعاده مره ثانيه، بصوا حضراتكم قطع نص الملعب، وده مش شغلها، ده مش شغلها خالص. هي في اختلال شويه، المفروض اللي هو كان يعمله سبورتنج حصل العكس، اللي هم يضغطوا، ضغطوا لعبوا مان تو مان من اول المباراه، وهم بعد ما ضغطوا مان طبعا شايفين المهندس خالد عبد العزيز معلش. مهندس خالد عبد العزيز منور الدنيا، الوزير المحترم طبعا، وجوده دعم وقوه للبطوله، خاصه ان ده محفل عربي، وهي دايما مصر هي بيت الامه العربيه. النهارده وزيرنا المحترم خالد عبد العزيز بيؤكد هذا المعنى بحضوره، طبعا حضوره بيدي ثقل للبطوله، بيدي ثقل لاشقائنا العرب ان احنا
بنعي ان هذه البطولة على قدر كبير جدا من الاهتمام. عودة مرة اخرى اعزائي المشاهدين لاجواء اللقاء، المباراة الحماسية وهجمة جديدة من الرياضي اللبناني ودخول، وللأسف يعني كل المتابعات من نصيب الرياضي، وتمريرة بتنجح مية حلوة في ان هي تعود على كرة مرة تاني بتنقل الملعب مية، رغم ان دي مش شغلتها، ادي صانعة الالعاب، ايوه كده بتدي على طول، رنا نبيل، رنا نبيل بتدي في الجنب، علياء علياء، يلا يا علياء يلا يا علياء، بتدي، هتدي مين يا علياء؟ كل ده استهلاك، كل ده استهلاك للوقت، وتصويبة مهدرة مرة تاني، وبتطلع سلمى، الله يا سلمى، الله يا سلمى، وبيتقلص الفارق لعشر نقاط. بالظبط، الدفاع مهم جدا، مهم جدا، في هنا ضرب طبعا حلو، شغالة، برافو برافو، وتمريرة، تمريرة مهدرة، معرفش بايدينا بنهدر التمريرات يعني في الوقت الحساس، المفروض ان احنا مركزين شوية. الف سلامة. في انفعال كده، في انفعال، معلش، في انفعال من علياء، معلش يا علياء، نتمنى طبعا السلامة لكل لاعبين. الفرق 10 نقاط واربع دقايق ونص، لسه بدري. كابتن شريف عزمي عمل تغيير، طلعت علياء ونزل اماندا فورست، وبنلعب دفاع رجل لرجل، والمتالقه ربيكة عقل بتنظم فرقتها، والعاب ستار عايزه تخترق، واثناء اختراقها ماي حلوه بترتكب ضدها خطا شخصي، بيستوجب اوت من الحد النهائي الملعب. الفريق السبورتنج عمل اربع اخطاء شخصيه، والفريق الرياضي اللبناني عمل خطأين فقط، بمعنى ان اي خطا هيرتكبه فريق سبورتنج بعد كده هيتم تصويب رميتين حرتين، وعلى العكس بالنسبه للفريق سبورتنج، بالنسبه للفريق اللبناني. مهاره المتابعه مهمه قوي، للاسف مفيش متابعه جيده من فريق سبورتنج. محاولة للاختراق وتصويبة ما بتجيش من شادى نصر، وفاست بريك، فاست بريك، الله الله، اماندا، اماندا بتحط باسكت جميل جدا، و 75 67 ثلاث دقايق ونص العمر متبقي، والجمهور كله بقلب رجل واحد بيقول ديفنس ديفنس. حضرتك ممكن دلوقتي عاليه بخبرتها وهي عندها الكره بتقدر تمسك الكره كويس مع اماندا، لو نزلوا في الملعب اعتقد هيبقى في صالح النادي. يعني انا انت كلامك صح يا محسن، بس انا شايف ان عاليه مصابه، طلعت الاصابه، لا لا هي طلعت الاصابه طبعا. الاثنين دلوقتي في الملعب، احنا محتاجين سرعه طبعا، الاثنين عندهم السرعه، عندهم الشوطه، كلامك صح 100%، ولكن الاصابه ربنا يكفينا شر الاصابه. رميتين نجحت في احرازهم، وبيرتفع الفرق مره اخرى لعشر نقاط، وادي محاوله للاختراق من رنا نبيل، بتدي اماندا، يلا يا اماندا، شد حيلك يا اماندا، وخطا شخصي على لاعبه نادي الرياضي، زقت كده الحكم شافها بتزق ميه حلوه، فعلى طول احتسب خطا ويتنفذ الخطا. رنا نبيل، برافو يا رنا، وبكل اختبار عملت بنتريشن جميل ودخلت، ولازم دلوقتي الدفاع نركز فيها يا جماعه، الفرق 8 نقاط وباقي لسه بدري، باقي 3 دقايق، 3 دقايق عمر في الباسكت. هجمه جديده، تمريرات من خارج القوس، وخطا شخصي بيحتسب على رنا نبيل، ادي الحكم هو بيشاور على الخطا الشخصي، دي عايزينها اعاده يا ريت مخرجنا محمد العدلي، انا مش شايف يعني، اللهم لا اعتراض، ما بنعترضش،
ولكن انا شايف ان مباراة قوية لابد ان يكون الدفاع قوي. ادي الاعادة كمان. بصوا حضراتكم ركزوا ركزوا، معمول سكرين عادي جدا. يعني طبعا الحكم هو ليه الاولوية في اتخاذ القرار. شكرا مخرجنا محمد العدلي. ادي الرمية الحرة الاولى بتيجي، والرمية الحرة الثانية بتنجح. رابكة اللي عملها لنا رابكة في احراز رميتين، والعشر نقاط هي الفرق الرئيسي في مباراة اليوم. وادي دخول، ولكن اماندا بتنجح في اختناص خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. وكابتن شريف عزم اهو الله يكون في عونه طبعا. يعني طبعا اعداد اسبوعين او ثلاث اسابيع، اسبوعين او ثلاث اسابيع غير كافي لاحراز بطوله، ولكن ليس في الامكان افضل مما كان. نتمنى التوفيق وان شاء الله نشوف اخر دقيقتين 23 ثانيه ان نتمنى ان يرتقي المستوى للافضل. 10 نقاط هي الفرق اعزائي المشاهدين، 79-69، ورميتين حرتين بتنجح. اماندا فورست اللاعبه المحترفه لنادي سبورتنج في احراز الرميه الحره الاولى، بتقلص الفرق لتسع نقاط، والرميه الحره الثانيه 8 نقاط. وبالفعل ضغط بطول الملعب، دفاع رجل لرجل بطول الملعب، ومحاولة من نادي الرياضي باستهلاك الوقت، عايزين يستهلكوا أكبر قدر ممكن من الوقت، ومحاولة للاختراق من رابيكا، وهجمة غير متقنة للرياضي اللبناني، مية حلوة، ومحاولة مرة أخرى للاختراق. الله الله الله، ولكن الكرة بتطلع أوت. حاولت رنا نبيل ان هي تخترق، وهنا وقت مستقطع، وقت مستقطع بيطلبه الكابتن شريف عزمي لتصحيح الاخطاء. دقيقه 47 ثانيه، ده العمر المتبقي من احداث اللقاء، والفرق 8 نقاط. محسن، اعتقد ان الدفاع الضاغط بطول الملعب هو الامل والحل الوحيد لفريق سبورتنج. عندك راي ثاني؟ لا طبعا، ما فيش غير هو دفاع رجل لرجل، او ان هو بيقول عليه مان تو مان. يعني طبعا احنا عارفين نلعب رول هنا ومان ومان، ولكن هو محفوظ كده لازم نلعب عليهم مان طول المباراه، ولازم بنات تركز شويه. وبعد كده الكره مش عندي، مسرحتي في مشكله، لما بيلعبوا مان تو مان بيحصل سرحان لما المقدم. قصدك ان بالنسبه للهيلب او بالنسبه للمساعده، السويتش اللي يحصل بين اللعيبه، عندنا المساعده في الفعل زي ما انت بتقول، مهم جدا التركيز على الهيلب او المساعده، بحيث ان لو لعيبه عدت من واحده لازم تلاقي اقرب واحده توقفها. لازم اللعيبه لازم يكونوا مع بعض شغالين سويتش مع بعض هنا وهنا. ولذلك دايما بنقول ان الديفنس بالذات لازم يكون في تيم وورك، يعني الحركه كلها كانها رجل واحد او واحده بس هي اللي بتدافع. المشكله الكبيره ان عندنا فرق 8 نقاط، مفيش امل عندنا غير ثلاثيات والدفاع القوي. ثلاثيه ترجعك المباراه. انا ما انبسطش لما اجيب ثلاثيه ويخش فيها ثلاثيه. لا هم ثلاثيه ونخلي فريق لبنان يا كابتن بيلعبوا براحتهم، اللعيبه 100% يقفوا بره ثلاثيه وبيقدروا يسلسلوا. اوافقك الراي 100%. عوده لاجوان اعزائي المشاهدين، واماندا بتدي ميه حلوه وتصويب. الله 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 عليكي، اضغطوا بقى. 79-73، 6 نقاط. دقيقة 36 ثانية وفرق 6 نقاط، وعاد الأمل وعاد اللقاء وعادت المباراة في الملعب، ولسه بدري. رقم 13 شادى نصر واختراق وباسكت. 14 تمار خليل بتحط باسكت سهل جدا، وبتحاول الخبرة مهم جدا طبعا. وادي أماندا اثناء اختراق، اماندا بتطلع الكره اوت سايد، بتتنفذ ماي حلوه، ماي تدي سلمى، سلمى بتنين ما بتجيش، بتتلم مره تاني واختراق، ماي حلوه ثلاثيه ما بتجيش، مفيش توفيق. اخر دقيقه، اخر دقيقه من احداث اللقاء، اخر دقيقه من احداث اللقاء، و
الهجمه لفريق الرياضي اللبناني، وطبعا محاوله لاستهلاك الوقت. وتصويبه وخطا شخصي على اللاعبه رقم 8 المحترفه الامريكيه جاتي ويرن، وبيستوجب على طول رميتين لصالح فريق سبورتو. 81-73 والتقدم لفريق الرياضي اللبناني اعزائي المشاهدين، ورميتين حرتين، وعلى التنفيذ من عوض اللي عامله مباراه جيده جدا، بتنجح في احراز الرميه الحره الاولى 81-74. طبعا ليس في الامكان احسن مما كان. بنبارك طبعا، هو طبعا فضل 34 ثانيه ولكن قربت المباراه على الانتهاء، وبالفعل بتنجح في احراز الرميه الحره الثانيه 81-75، فرق 11 نقطة. كده نقدر نقول ألف مبروك للنادي الرياضي اللبناني، وهارد لك لنادي سبورتنج، عمل أقصى ما بوسعه. ودي النتيجة قدام حضراتكم 34 ثانية و3 من عشرة 81-75. يعني طبعا مجهود مشرف من نادي سبورتنج، كون ان هو يبقى تاني البطولة العربية الـ16 بعد فريق الرياضي اللبناني، طبعا دي حاجة مشرفة. ايضا الفريق اللبناني هو حائز على بطولات لبنان لمدة 4 سنوات متتالية بحسب ما قال لنا المدير الفني والبعثة اللبنانية. فريق عنده خبرة كبيرة جدا، محترفينه ايضا بيلعبوا مع الفريق موسمين متتاليين، كل ده بيديله ادفانتج او بيديله الافضلية او الاولوية في المكسب. هذا طبعا لا يقلل من شأن فريق نادي سبورتنج بجهازه الفني المحترم، كابتن شريف عزمي وكابتن هيثم صفاء الدين وكابتن احمد جمعه والاداريه كابتن جانيت، كل دول طبعا جهاز فني محترم بنحييهم على تقديم هذا المستوى الرفيع. دخول الكره وهجمه جديده للرياضي اللبناني، ومحاوله طبعا لاستهلاك الوقت، وطبعا هنا في لعب على الفاول جيم او محاولة وقف الساعة، لان حضراتكم عارفين في كرة السلة اي وقوف للملعب او اي صفارة للحكم بتوقف الوقت، ولكن ما اعتقدش يعني هو الوقت المتبقي لا يفيد. وادي رمى الحرة الاولى ما بتنجحش في احرازها، تمارا خليل الرمية الحرة الثانية بتنجح في احرازها 82-75، فرق 12 نقطة. و باقي 27 ثانية، 7 نقاط عفوا، 82-75 الفرق 7 نقاط، والزمن المتبقي 27 نقطة. هل كابتن شريف عزمي المدير الفني لنادي سبورتنج هيلعب على الفاول جيم؟ اعتقد ان ده الحل الوحيد، لازم عشان يوقف ساعة المباراة يلعب على الفاول جيم، ولكن مهم جدا انه يكون ممرن فريقه على الفاول جيم عشان ما يحتسبش خطأ متعمد، لان الخطأ المتعمد زي ما حضراتكم عارفين عقابه او عقوبته رميتين وحيازة، يبقى احنا ما عملناش حاجة، يبقى احنا زودنا السكور للفريق الاخر واديناهم وقت هجمه جديد. اما اذا كان الخطا غير متعمد فهو بيدي الادفانتج او الافضليه في الوقت، وهنشوف فكر المدربين الاثنين اخبارهم ايه في اخر ثواني اللقاء. اوت من الحد الجانبي، والكوره طبعا للاسف مقطوعه، وزي ما قلنا لحضراتكم ادي الفاول جيم اللي بيلعب عليه كابتن شريف عزمي، وخطا شخصي على اماندا. اي خطا طبعا هيستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين، وعلى التنفيذ المحترفه الامريكيه في صفوف الرياضي اللبناني بريتاني دانفر.
بريتاني بتخفق في احراز الرمية الحرة الاولى والثانية ايضا، والمتابعة من نصيب الرياضي اللبناني مرة اخرى، واستهلاك للوقت، محاولة لاستهلاك الوقت، وخطأ شخصي على اللاعبة رقم 5، خطأ تكتيكي على رنا نبيل وعلى التصويب رابك عقل اللي عاملة مباراة قوية جدا، وانا في اعتقادي الشخصي ان هي افضل لاعبي الفريقين في هذا اللقاء. 82-75 الفرق 7 نقاط. و 15 ثانية هي العمر المتبقي من احداث اللقاء، ورميتين حرتين، وعلى التنفيذ المتألقة اللاعبة رقم 11 عفوا رابيكا عقل، بتنجح في احراز الرمية الحرة الاولى رابيكا عقل، وترفع رصيد النادي الرياضي 83 سبورتنج 75، والرمية الحرة الثانية 84-75 9 نقاط، وتقريبا اخر هجمة لفريق سبورتنج رنا نبيل، وبتدي في الجنب 6 ثواني 5 ثواني 4 ثواني 3 ثواني، وبتنتهي اعزائي المشاهدين المباراة. بنقول الف مبروك لنادي الرياضي اللبناني، انتهى اللقاء 75-84-75، وبكده بيكون النادي الرياضي اللبناني هو الحائز على البطولة العربية 16. يعني الناس بيقول لك الف مبروك النهارده، بطوله اعتقد صعبه، واعتقد ان النهارده مباراه كانت هي اصعب مباراه عليكم في البطوله، هقول لك الف مبروك النهارده. اول شيء مره ثانيه برجع بقول كابتن خير الله على الربح اللي كثير حلو، تعبنا كثير، البنات تعبوا كثير، نستاهل الربح، بادي الفوز للبنان وللشعب اللبناني اللي ناطرنا اليوم، انجاز كثير كبير بينعمل برات لبنان لاول مره بنشارك بهالدورة كنادي رياضي ونربحها، وكتر خير الله على هالانتصار الكبير. بدي هني لعبيتي، بدي هني النادية، بدي هني الجمهور كله، جمهور لبنان كله، وان شاء الله لبطولات اكثر واكثر. الفريق المصري كمان فريق لا يستهان فيه، لعبوا كثير منيح، ند قوي، وبنشكر الله على انتصار كثير كبير، بشكرك كثير، بشكرك كثير. لعبات ايه النهارده؟ اللي قدموا مباراة اعتقد اقوى مباراة، تقول لهم ايه النهارده؟ قول اللعبات ايه النهارده اللي قدموا مباراه عليك. بدي اقول لهم تعبتوا واستاهلتوا الفوز، وهن ابطال، وكتر خير الله. الف مبروك. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين مع حضراتكم نقول فرحه لاعبات يعني لبنان بفوزهم بالبطوله، واعتقد النهارده نقول استاذنا نقول لك الف مبروك النهارده، طبعا متحيي جمهوركم، نقول لك الف مبروك النهارده، مباراه هي الاقوى لكم في البطوله. ولكن جيم كثير صعب، يعني كل ما حد سلي يرجع فريق سبورتنج يحط علينا سلة، توفقنا بالديفنس كثير منيح، عملنا كذا ستوب ووقفنا له الكي بلاير تبعهم، وقفنا نمبر 12، سو قدرنا نعمل ران عليهم. اعتقد مباراة أصعب مباراة النهاردة؟ ما سمعت. أصعب مباراة كانت عليكم النهاردة؟ ما في شك كانت أصعب مباراة، ويعني كنا فايتين كثير مركزين، وعارفين نقطهم القوية، ومحضرين كثير منيح، وهذا كان التارجت تبعنا وخاطر خلق الله عملناه. الكوارتر الاول والثمانية بونت خليكم تركبوا المباراه بشكل كبير قوي وتقدروا تحسموها. مزبوط، هو التيرنينج بوينت انه قدرنا من اول الجيم نحن نمشي فريق سبورتنج على الريذم تبعنا، هيدا الشيء اللي اعطينا الادفانتج عليهم. الف مبروك. ثانك يو كريم. بقول لك الف مبروك النهارده، واعتقد يعني النهارده فوز بالبطوله العربيه لكره السله، الف مبروك لكم. مزبوط، نحن قلنا اكثر من شهرين ثلاثه بنتحضر للبطوله، وكانت بطوله مش هينه، كان في كثير كومبتيتيف تيمز، بس عن جد نحن بنستحق نربح، وكان جيم كثير حلو عن جد. طيب شايفه النهارده تقولي البطوله كانت بالنسبه لكم اصعب حاجه النهارده، نرجع كده شويه عشان العرض اللي هيتقدم، اتفضلي معانا واقول لك النهارده اعتقد اصعب مباراه عليكم النهارده. كل جيم بنفوت عليه بيكون بدنا نربحه، ما في جيم صعب، ما في جيم هين، كل الفرق نحن بنحترمها وما
مفوت لنربح كل الفرق. كان كلوز جيم بس قدرنا نربح بالاخر. الف مبروك لك. شكرا. سيدات الكرام، احنا مستمرين مع حضراتكم وفعاليات البطوله العربيه لكره السله للسيدات. هنستمر الان يعني نقول مع هذه العروض المستمره في ارض الملعب، وهنقدر وهناخد يعني بعد العروض دي هناخد لقاءات ايضا مع بعض اللاعبات. الرياضي اللبناني لحصوله على البطولة العربية رقم 16 المقامة على أرض مصر الحبيبة وأرض نادي سبورتينج. احنا بنقول النهاردة هذا العرس لكرة السلة النسائية الذي يقام لأول مرة في نادي سبورتينج. احنا بنشكر جميع البعثات اللي شاركت معانا، وبنشكر كل شخص قدم لنا هذا العون لإنجاح هذه البطولة. وفي هذا الإطار ولأول مرة ساهم مجلس إدارة نادي سبورتينج والاتحاد العربي لكرة السلة وأيضا الاتحاد المصري. ختام البطولة فوز الرياضي اللبناني بهذه البطولة وهذا اللقب على سبورتينج السكندري. نجمات الرياضي اللبناني والمتألقات في هذه البطولة شدى يعني نمرة 13، وأقول أيضا معاهم لما المقدم وأيضا رابك عقل أفضل ثلاث لاعبات النهاردة. بقول لكم ألف مبروك النهاردة فوز باللقب وفوز بالبطولة. Thank you. هذا إنجاز لنا أكيد كرياضي، أول مرة بنشارك ببطولة عربية وأحرزنا اللقب. جايين لهون عارفين إنه سبورتينج فريق كتير كبير، أوريدي لعبنا ضده ما كان هين أبدا، واليوم كمان قتلوا لآخر لحظة ونحن كمان قتلنا. الحمد لله الديفنس هو اللي ربحنا وبنشكر الله إنه ربحنا. طلعتوا في الكوارتر الأول ب 8 بونت، وأعتقد خد وقت مستقطع كان تشريف عزمي، وأعتقد ده إداكم أفضلية وثقة منذ بداية المباراة. نعم، نحن كثير محضرين كثير منيح للجيم، وكنا عم نشتغل على بس اللقب، نحن بس كان هدفنا اللقب. قدرنا نوقف المفاتيح تبع فريقهم، والحمد لله قدرنا نربح، وكان الهدف كله نربح البطوله ونلعب ديفنس من قلبنا، كنا ايد واحده وهيدا اللي ربحنا. اقول لك انت النهارده كنت من اكثر اللاعبات المميزات، واحنا بنتابع المباراه من فوق، قلنا انت كنت سبب من اسباب فوز النهارده الرياضي اللبناني. كتر خير الله،
بفضل تيميتس تبعي قدرت بين بصوره احسن. كنا عم نلعب كلنا از وان تيم، كلنا عم نعمل ديفنس سوا، وهذا الشيء خلى كل لعيبه من بيناتنا تبلش تبين بشكل احسن. كتر خير الله فزنا. واحدة تقول كلمة كده بقى للجمهور اللبناني وانتوا على الهواء دلوقتي، مباراة الزمالك عندكم، تقولوا ايه كلمة لجمهوركم اللي بيتابعكم؟ أول شيء بنشكر الجمهور اللي اجى معنا لهون، وأكيد الكل عم بيحضرنا بلبنان، والحمد لله هيدا فوز مش بس للرياضة، هيدا فوز لكل لبنان. بكتر خير الله ومبروك للرياضة وللبنان. كلمة للجمهور اللبناني تقولوا له؟ بنهدي هيدا الفوز للجمهور اللبناني كله، ونحن كثير مبسوطين إنه قدروا يجوا لهون ويشجعونا، وبدي بحبكم كثير. كمان ثانك يو للناس اللي اجوا لهون تيشجعونا، وبهذا الفوز لكل الناس ببيروت، عيالنا، اصحابنا، نادي الرياضه، كلهم بالاداره. مبروك جدا، الف مبروك لكم. ثانك يو ثانك يو. مشاهدينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم فعاليات البطوله العربيه كره السله للسيدات والمقام على ملعب نادي سبورتنج الرياضي اللبناني، حامل لقب هذه البطوله، واعتقد هو يعني كان من الفائزين بهذه البطوله. هنحاول نكون معنا يعني نقول سيرسا المديره الفنيه للمنتخب لفريق الاردن الاوزبكس الاردني وحاصله على المركز الرابع. هقول لك النهارده ختام جميل وبطوله جميله بشكل كبير جدا. ختام كثير 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 حلو، مباراه نهائيه رائعه، فنيات عاليه، فريقين قدموا مباراه رائعه. نادي سبورتينج ونادي الرياضي اللبناني كانوا يعني عن جد مستوى عالي كثير يعني بختام النهائي، ومبارك للفريقين، مبارك للفريقين، الفريقين كانوا ممتازين. شكرا جدا، شكرا لك. ثانك يو كثير. مشاهدينا الكرام، احنا مستنيين مع حضراتكم الان مع الكابتن سامي الشهراني للتعليق على احداث تسليم الجوائز لهذه المباراه وهذه البطوله، البطوله العربيه كره السله للسيدات. يتفضل السيد الوزير خالد عبد العزيز والدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري بتتويج الفرق الفائزه، المركز الثالث المجمع البترولي الجزائري، المركز الثاني والميداليه الفضيه نادي سبورتنج المصري، والمركز الاول وكاس البطوله زي ما حضراتكم شايفين. ادي السيد المحافظ والسيد الوزير دكتور مجدي ابو فريخه، ريبيكا عقل من الرياضي اللبناني، يقدمها وكيل وزاره الشباب دكتور محسن مرسي. ريبيكا عقل هي افضل لاعبات البطوله وكاس افضل لاعبات البطوله. ريبيكا عقل بيسلمها السيد محافظ الاسكندريه كأس افضل لاعبه، ريبيكا عقل لاعبه الرياضي اللبناني. احسن هدافه منا عوض نادي سبورتينج، احسن هدافه من نادي يقدمها سبورتينج خالد الاوسي، احسن هدافه من نادي سبورتينج منا عوض اللاعبه رقم 14، احسن هدافه في البطوله بتتلقى التهنئة من السيد رئيس نادي سبورتينج. أحسن هدافة، أحسن لحظة التتويج هي لحظات ريبيكا عقل من الرياضي اللبناني. ريبيكا بتقدمها ريبيكا عقل عضو مجلس أفضل لاعبة، ريبيكا عقل كأس أفضل لاعبة زي ما حضراتكم شايفين بتتلقى التهنئة ريبيكا عقل، وبالفعل هي من افضل لاعبات فنيا ومهاريا في هذه البطوله. لحظات التتويج هي افضل لحظات في كره السله بل في كل الرياضات زي ما حضراتكم شايفين، فرحه عارمه للاعبات نادي الرياضي اللبناني. يقدمها عمرو مصلحي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، مسجله لاعبه رقم 13 كذا نص ريبيكا عقل افضل لاعبه ارتكاز، تقدمها دكتوره سميه مصطفى عضو مجلس اداره كابتن خالد الروسي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. طبعا تقليد منا منا عوض واللاعبه عز عجميه عضو مجلس اداره عوض. نادي سبورتينج لحظات التكريم طبعا، واللاعبه القديره هي افضل مي حلوة. مي حلوة ايضا دكتور طارق ابو زاده
مايا حلوة من أفضل اللاعبات، منا عوض نجوم، أدي مايا حلوة بتعلي. يعني كل مركز أفضل لاعبة في كل مركز من منتخب سيدنا. أدي مايا حلوة طبعا من اللاعبات المتميزات جدا، بتتلقى تهاني أيضا، تكريم المركز الثاني سلمى بنت علي، تكريم المركز الثاني لاعبات نادي سبورتينج أدوا ما عليهم وبشرف. والآن مع تكريم الفرق المركز الثالث، تكريم الفرق الفائزة، الآن المركز الثالث تكريم الفرق الفائزة. طبعا البطولة في مجملها قمة النجاح، بنهنئ ونبارك رئيس وأعضاء جزيل الشكر إدارة نادي الحكام سبورتينج على التنظيم الجيد والرائع. تفضلوا للتكريم. تنظيم على أعلى مستوى، أيضا المستوى الفني للفرق كان على أعلى مستوى، على مستوى التحكيم لم يحدث أي شيء يعكر صفو المباريات، وكان التنظيم أيضا من نجاحات هذه البطولة، البطولة العربية 16 للسيدات. تكريم الحكام، تكريم الحكام، حكام البطولة أحمد فخوري من الأردن، خضور حميد من الجزائر، سعيد بوكين من المغرب، وباقي حكام البطولة أشرف يوسف من مصر، سامح استفانوس مصر، ربيع المصري من لبنان. دول حكام البطولة زي ما حضراتكم شايفين بيتلقوا تهنئة من كبار الموجودين، السيد الوزير، وزير الشباب والرياضة، وادي دكتور مجدي أبو فريخة يقدم درع الاتحاد المصري لكرة العربي والمصري إلى السيد الوزير خالد عبد العزيز، درع الاتحاد المصري أو الاتحاد العربي بيقدم إلى معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ خالد عبد العزيز، وأيضا إلى السيد محافظ الإسكندرية، درع الاتحاد المصري لكرة السلة من الدكتور مجدي أبو فريخة إلى السيد المحافظ، محافظ الإسكندرية. ولحظات التكريم زي ما حضراتكم شايفين بينتظرها كل المكرمون، ادي فريق نادي سبورتينج، والدرع الاخير مقدم طبعا ادوا ما عليهم من الاتحاد المصري لكرة السلة، نقول لهم للمهندس عبد الحميد بدوي رئيس مجلس اداره نادي سبورتينج المركز الثاني، ادوا ما عليهم وعملوا كل المستطاع، ظهروا بمظهر فني مشرف وكل التقدير. وادي دكتور مجدي ابو فريخه بيسلم درع الاتحاد المصري لكره السله الى السيد رئيس مجلس اداره نادي سبورتينج، تنظيم رائع، تنظيم محترم. والان المهندس مع عبد الحميد بدوي رئيس الفائزة. مجلس اداره نادي سبورتينج المركز الثاني، كل الشكر والتقدير طبعا للمجمع البترولي الجزائري، جميع من ساهم في هذا العرس السلاوي الكبير. وهنا تسليم الميداليات البرونزية لفريق المجمع البترولي الجزائري، ظهر بمظهر مشرف جدا، اللاعبات راديا فنتازي، نسرين تايني، إقبال شناف، أمينة نسرين، أميدة بالعايري، نادية أسلي، ليليا رخامي، ليليا قطماني، مريم سعيدان، شاهيناس بوسحق، ريتيني شيرين، والمحترفة نافوكيلا نيكس، والمدير الفني بلال ياسين،
والمدرب عبد الحفيظ السعودي. هؤلاء هم بطلات الجزائر، وتهنئة من السيد المحافظ إلى لاعبات الجزائر المحترمات. قبلوا بلاء حسنا وقدموا أفضل ما عندهم في هذه البطولة. طبعا تكريم لحظات التتويج والتكريم هي أفضل اللحظات عن اللاعبين أو اللاعبات، وتحية من كبار الزوار إلى الفريق الجزائري، معالي وزير الشباب والرياضة والدكتور مجدي أبو فريخة والسيد محافظ الإسكندرية، بيتوجوا الفريق الجزائري الحائز على المركز الثالث. والآن ينتقل كبار المدعوين والسيد الوزير إلى تتويج المركز الثاني، المركز نادي الإسكندرية الرياضي سبورتينج، وحاز عليه نادي سبورتينج الرياضي. قبلوا بلاء حسنا في مباراة اليوم نادي سبورتينج الرياضي. طبعا صورة تذكارية مع كبار الضيوف معالي الوزير ومعالي المحافظ. وينتقل الآن التكريم إلى صاحبات المركز الثاني فريق نادي سبورتينج الرياضي، بيمثلوا نور حسن، رنا نبيل، مي حلوة، نهى غاتوري، والمحترفة التونسية سلمى بنت علي، وعلا علاء الدين، أسرار ماجد، علياء محمود، الأمريكية المحترفة أماندا فورست، منال عبد القادر، منى عوض، رنيم الجداوي، المدير الفني القدير الكابتن شريف عزمي، وأيضا يساعده المدرب القدير هيثم صفاء الدين، والكابتن أحمد جمعة، والإدارية كابتن جانيت السباعي. هؤلاء هم أبطال المركز الثاني نادي سبورتينج. أعزائي المشاهدين، قبلوا بلاء حسنا قدموا عرض محترم جدا على قدر الاستعداد، على قدر بمباراة النهاردة مدة الاستعداد قدموا أفضل ما عندهم. ألف مبروك لبطلات نادي سبورتينج، ألف مبروك أيضا لإدارة نادي سبورتينج، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري لكرة السلة للظهور بالمظهر المشرف في هذه البطولة. بطولة ناجحة أعزائي المشاهدين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بطولة قوية جدا وبطولة ناجحة جدا. إن شاء الله نطلب دايما استضافة البطولات، هي الرياضة هي لغة الشعوب الدولية، هي رمز السلام ورمز المحبة. صور تذكارية من معالي وزير الشباب والرياضة ومعالي المحافظ ورئيس الاتحاد المصري الدكتور مجدي أبو فريخة والضيوف الكرام مع فريق سبورتينج المصري. والآن لحظة التتويج، المركز الأول نادي الرياضي اللبناني، كأس البطولة وفريق الرياضي اللبناني، أول عرب سيدات الميدالية الذهبية للبطولة رقم 16 الذهب المقامة على أرض نادي سبورتينج. ألف مبروك سابين فخوري، شيرين الشريف، فرح حركة، جاكي ويرن المحترفة الأمريكية، لاما المقدم، كارين ناجي، ربيكا عقل وهي أحد اللاعبات المتميزات في البطولة، نانسي معلوف، سدى نصر، تمارا خليل، والمحترفة الأمريكية بريتاني بنسون، كأس البطولة المدير الفني القدير إليه نصر، والمدرب مروان دياس. هؤلاء كتبت أسمعهم بحروف من نور صاحبات المركز الأول وأصحاب كأس البطولة والذهب، يستحقوا بالفعل أن يكونوا أبطال لهذه البطولة. نقول للنادي الرياضي ألف مبروك،
إدارة كأس البطولة جهاز فني ويستحقوا التكريم يقدمه ظهور بمستوى راقي جدا. نتمنى دائما التوفيق لجميع أبنائنا للرياضي الثاني المنتخبات العربية. أمتعتونا طوال 10 أيام بمباراة جميلة جدا. أن تدوم أو يدوم السلام في كل قطر عربي شقيق. نتمنى أن تزدهر الرياضة ويزدهر الشباب وصورة تذكارية أيضا لمعالي الوزير والسيد المحافظ ورئيس الاتحاد ورئيس نادي الرياضي اللبناني مع فريق الرياضي اللبناني الحائز على كأس البطولة والميداليات الذهبية. صورة تذكارية جميلة جدا مع أرواحها. كأس البطولة الآن يسلمه معالي الوزير وزير الشباب والرياضة إلى الفريق اللبناني الشقيق الرياضي. وفرحة عارمة تستحقها أو يستحقها هذا الفريق. وألف مبروك للرياضي اللبناني. نهنئ النادي الرياضي اللبناني إدارة لاعبين جهاز فني جهاز إداري على كأس البطولة. وأيضا نهنئ فريق سبورتنج على المركز الثاني والفريق المجمع البطولي الجزائري على المركز الثالث. اعزائي المشاهدين ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه اللقاءات. كان معكم معلقكم الرياضي سامي الشاروني والمخرج محمد عدلي. النادي الرياضي اللبناني والى ان القاكم لكم مني اطيب الامنيات للسيد وزير الشباب من نادي الرياضي اللبناني.